خطأ إداري من المغرب الفاسي وسوء تقدير لآخر يوم للانتدابات يؤجل ظهور الوافد الجديد للبطولة الوطنية طارق أسكيتيوي حتى فترة الانتقالات القادمة والمحددة في شهر دجنبير. سنستمع لتصريح طارق أسكيتيوي، سقاه لنا الزميل عماد أريسكي والهواري السالمي. فكنت كنقولوا هذا كنت اسفلوا انا وكنظن على ان كيشطرون الراي حتى الناس نتاع الفريق كاملين. كنظن على ان كان خطا في سوء تقدير اليوم اخر يوم اللي كيسمح للانتدابات. الخيره فيما اختار الله. كنتمنى من الله باش الرجوع ديالي لفريق المغرب الفاسي يكون واحد الرجوع اللي يجعل ان الفريق المغرب الفاسي يزيد الامام. كنتمنى من الله كذلك باش الرجوع تاعي يكون كيفيد ماشي فقط المغرب الفاسي وكذلك كيفيد البطوله الوطنيه ككل. أعتقد بأن الجماهير المغرب الفاسي ستبقى تنتظر طارق سكيتيوي لما له من المؤهلات التقنيه